خير يا سي الأستاذ، فينك أنت؟ لحن لحد لحن. أباي عليك، واني بشحت منيك ولا إيه؟ أنا بشحت منك. مليه يحنن دي. أنا عيب عليك لما تدخل في السن ده وتتسول. تسول ده؟ ليش بجاحة؟ بجاحة؟ شوفوك شغلان، روحوا اشتغل بواب ولا اشتغل أي حاجة. أنت ما خبرش أنا مين؟ مين يعني بروسلي ولا إيه؟ إيه بروسك دي؟ إيه بروسك دي؟ إيه الحاجة أنا بتكلم برا؟ طل على وجهي. يا ناس! تيجي لي يا حبيبي. يا عم أنا ما شفتكش قبل كده. إيه؟ غور. أباي، أنت هتتنح ليه ولا إيه؟ هتتنح؟ وحد يعرف الراجل ده منين؟ انت غور. اعوذ بالله. ماشي ماشي. شحات ناسك موبايل بتغرروا بالناس عالم متسولين. نفذ يا ولد نفذ. لا دكتور، لا يا اسطى كده، يعني هكرر الموضوع ده تاني النهارده. الولايه مزعجه قوي. حاضر. لا والله بسطتني، هتخليني اضحك. لان انا في حاجه حطيتك. في حاجه يا حاج؟ في حاجه يا حاج؟ في حاجه؟ انت في حاجه؟ في ايه يا ولد؟ في ايه؟ في حاجه ولا ايه؟ دكتور والله احنا ما رايح طبيعي. على فكره انا ممكن اعمل بلاوي سودا. بس انا بقول بس ايه يعني الطيب احسن، عشان ايه اللي بيحصل ده افترى على البني ادمين. انت ما واخدش مني 5000 جنيه عشان تأجل القضية؟ وأجلتها الجلسة 9-9، الساعة 9. الله، هو انت بتوع الجلسة بتاعت الساعة 9؟ والله حق انا ما كنت فاضي، انا كنت يعني عيان بعمل عملية. لك حق تكبر علينا بعد ما تساويرك ملت الجرانين وبقيت محامي متصيد. ابوس ايدك ولا متصيد ولا غيره، ده انا هتصيد وانا قاعد هنا. كنت فين انت؟ انا كنت بسطب. تتشطف؟ بسطب بسطب. احنا اللي هنشطفوك. انا محتاج الشطف يا جماعه. لعلمك بقى، ولا هتعرف تعمل معايا اي حاجه. عشان ايه؟ لان انا مفهم راس النجلاء ان انا لو ما خرجتش من قلب هذا المكان في خلال صبع، خد بالك، صبع صبع ساعة هتولع الدنيا وهبلغ الحكومة والأمن الشرطة. خلصت خلاص نجلة. ايه ده شاي يا جدي. ها ايه ده؟ مين دي؟ ايه ده؟ انت مين هان؟ انت طلعت منظرين ولا ايه؟ بعد عنيها. اخوفه ولا بعد عنيها. بعد عنيها. انا تعال يا بنتي. ببص ايدي اخص عليك كده. عارف نجلاء دي علشان تاجي معايا قلت لها اني حقتلك حقتلك مرتين واتجوزها ولدي عويس عويس. ابوي نزلنا عشان نتبين معاك. ما تعملش زيت اصلاني. انا مش عامل زيت اول مره. ما تعملش اعبطوه. لا نزلوه. مراتها ايه؟ نزلوه. انت شغلت خدامنا هنا بس. اخرس. حاضر خلاص يا عم الحاج. اسيبك كيف يا كبيرنا؟ خلاص ده بيتكلم ازاي ده؟ سيبه ده حاج. حاج واحده دي مراتي. ما تلمسهاش. ما انتش منقول من هنا الا على الجلسه. ومرتك دي ما انتش واخدها الا لما تجيب لي براءة ولدي. ادخلوا ادخلوا. الله ادخل. لو ناديت عليك تسيبيه وتاجي. حاضر يا تقدم. هنجي لك احنا الاثنين بس اقبلنا بقى على اي وضع. ارجع يا تاني. والله ضغط النهارده. ما تخافوش، ده السبوع بتاع ولد اخوي، فرصه تحضروه معانا. اقعد Thank you.
ربنا يخلف عليك بالخلف الصالح يا ولدي. عوض على اللي اتحرم وديه يا رب وخلي حلمه حقيقة يصبح في يوم يلاقيه ما تسيبوش للزمن يقسى ويكره فيه اللي منك منك وانت منه يا عم الشكل هو هو والدم هو الدم اللي منك منك وانت منه يا عم اللي هو هو والدم هو ده ثم تملي بتدعيله تدعيله احسن من الامه بتديله تديله ثم تملي بتدعيله احسن من الامه بتديله ثم تملي بتدعيله احسن من الامه بتديله يلا نفرح ونغني ونتحب الهم حيعان ولا انت يلا
وشك ابيض. الدوار اللي حصلت فيه الجريمة ده أيوه. كان عليه نزاع من زمان بيننا وبين عيلة أبو حديدة. الدوار ده ملك نحن بالورق، لكن هم واخدينه وضع يد. كبرت في دماغ ولدي عبد الصمد أيوه. وقال أنا حقعد في الدوار ده واللي يعرف يخرجني يفرجني. هذا اللي يعرف يخرجني يضربشني ايه؟ يخرجني يفرجني. حلو قوي. عيلة ابو حديده اتلمم وهجموا على الدوار. ايوه. وهب قامت العركه. اوبا. امال ايه؟ اما بعد ما قال اللي يعرف يضربطني يضربطني. وقع فيها حنجل ابو حديده قتيل على يد مين؟ ولدي عبد الصمد. ولدك عبد الصمد اللي هو اللي قال لك اللي يعرف يزلطني يظبطني. اللي يعرف يخرجني يفرجني. ماشي ايوه. قدام مين؟ ايوه بقى مين البطل الجديد؟ قدام 20 نفر من عيلة ابو حديده. احنا ممكن ناخد الاوراق اللي بتاعت الحجج دي ونذهب بيها الى سياده القاضي ونروح مدينها له ونقول له يا سياده القاضي ده المتهم بريء، يبقى هو كده كان في حاله دفاع عن النفس. لا لا ما انتش فهمان. اخد ياخد الاكل وراح اقعد قعدنا. ما انتش فهمان حاجه. هل. احنا ما حضرناش اوراق للدوار دي. طب ايه اللي يثبت ودليلك ان المكان والارض والبيت ده الدوار بتاعكم؟ الحجج القديمه اللي من سنه 1920. لا نهار اسود، يعني تقريبا من بدايه الخليقه. بدايه خليقه ايه؟ لا موجوده في الدوار. في الدوار عنديهم هنا. خبير ايه؟ طيب هو قول لي يا حاج، انت اسم حضرتك ايه بالكامل وهدان ايه؟ وهدان حلاجولو زيرو. طب اسم الجد؟ قلت. واللي بعده؟ مل.